السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج سبينت 3D ده بيجي مع لوندوز جاهز، مش محتاج ان انت تسطبه. فبتلاقي فيه هنا مثلا اداة للفرشة، مثلا في انواع كثيرة من ادوات الرسم بالشكل دوت. ممكن تقول له عايز اشكال 2D تحط الشكل اللي انت عايزه، ممكن اشكال 3D وتبدأ ترسم زي ما انت عايز، مثلا شكل دوت، وتقدر تختار 3D بتاعه بالشكل دوت. تقدر تقول انا عايز اشوف 3D فيو بالشكل دوت، وبرضو تقدر في التكست بيديك ان انت ترسمه 2D او 3D بالشكل دوت، وهكذا. في مؤثرات برضو تقدر تستخدمها. طيب ممكن تقول له بقى انا عايز اعمل حاجة جديدة، الا هو ان انت تعمل ميكسد رياليتي. هشغل الكاميرا وفي نفس الوقت يوريك الاشكال نفسها، تقدر تتحكم فيها وتعدل فيها زي ما انت عايز اهو بالشكل دوت. تقدر تخش على 3D library، تقدر تختار اي حاجة من الاشكال. خلينا نختار مثلا animals، ممكن تختار مثلا شكل الديناصور اهو، حوله الشكل ده كده تمام، وهكذا. فتقدر تضيف اشكال كتيرة معاك في قلب الصورة بتاعتك تمام. ولو انت عندك طبعا الفيرتشوال رياليتي تقدر تشوف الحاجات بتاعتك بالفيرتشوال رياليتي.